السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام برنامج الحيرات سنتعرف على الوسائل التي استخدمت في الزراعة قديما دون إغفال ما أحرزته الدولة من تقدم في هذا المجال، كما ستحتوي الحلقة كذلك على سؤالي الدانة والحصباء المرتبطين بموضوع الحلقة والتي تتم الإجابة عليهما من خلال المكان المخصص لمسابقة برنامج الحيرات على موقع مؤسسة الشارقة للإعلام، إذ سيحصل إن شاء الله ثلاثة من أصحاب الإجابات الصحيحة على جائزة نقدية قدرها 1500 درهم مقدمة من المؤسسة. نذكركم بسؤالي الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن الطرق القديمة وآبار المياه في دولة الإمارات. سؤال الدانة كان: طوي تقع في مدينة الذيد، استمدت اسمها من نبات القرع الذي كان ينمو بالقرب منها، ما اسم هذه الطوي؟ والإجابة هي طوي بقرعة. أما سؤال الحصباء فكان: في أي إمارة تقع طوي الساعدي؟ والإجابة: تقع في إمارة رأس الخيمة. 40 إجابة صحيحة وصلتنا، منها 19 إجابة من دولة الإمارات وست إجابات من السودان و13 إجابة من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى إجابة واحدة من كل من المملكة العربية السعودية وفلسطين. نتمنى أن تستمر المشاركات بهذا التنوع العربي الجميل، ونذكركم بأن آخر موعد لاستلام الإجابات هو الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء المقبل، وذلك لإتاحة المجال لفرز أسماء المشاركين في السحب. أما الآن مشاهدينا فسنجري السحب على الفائزين الثلاثة في المسابقة. نقول بسم الله ونسحب. من هو يا ترى صاحب الحظ السعيد؟ أولا عزة سليمان أبو ديبة، عزة سليمان أبو ديبة من الإمارات، إجابة صحيحة. وعزة أول الفائزين معنا ب 1500، مبروك يا عزة. الفائز الثاني أو الفائزة الثانية أحمد علي بن يعروف من الشارجة من الإمارات. أحمد، لا والله الإجابة خطأ يا أحمد، يا أحمد أنت من الدولة وتجاوب غلط. زين، هذه من مصر، لميا محمود عيد أبو زيد يوسف، مبروك يا أخت لميا، الإجابة الصحيحة طوي بقراعة. والساعدي كذلك من رأس الخيمة، صح، إجابة صحيحة الأخت لميا محمود عيد أبو زيد يوسف من جمهورية مصر العربية، الفائزة الثانية. طيب نشوف الفائز الثالث ويانا، بقراعة ورأس الخيمة، والفائز محمد عمر عثمان من السودان، مبروك يا محمد، محمد عمر عثمان من السودان. إذن ثلاثة مشاهدين فازوا معنا كل واحد ب 1500 درهم، الجوائز طبعا مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. نذكر مرة ثانية: عزة سليمان أبو ديبة من الإمارات، و لمياء محمود عيد أبو زيد يوسف من مصر، والثالث محمد عمر عثمان من السودان. محمد عمر عثمان من السودان، ألف مبروك، ألف مبروك للثلاثة. طبعا اللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله بيستمروا معنا إن شاء الله في المسابقة، على اعتبار أن المسابقة مستمرة طوال حلقات برنامج الحيرات، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في الحلقات المقبلة. أما بالنسبة للفائزين فسيتم التواصل معاكم إن شاء الله لتحديد موعد استلام الجوائز. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنتحدث عن الزراعة في دولة الإمارات، عن الوسائل والأساليب التي تعارف عليها الناس قديما، والنقلة النوعية التي حدثت في القطاع الزراعي في الوقت الحالي. فالزراعة هي ارتباط وثيق بين الإنسان والأرض ورمز للاستقرار. نترككم مشاهدينا في البداية مع هذا التقرير الذي سنشاهد فيه إحدى الوسائل التي استخدمت في الماضي وما تزال ذكرها راسخة في قلوب المزارعين. لزمان وسلطان معي بالعز دايم، العز دايم ما ينسى طول الزمان. لصوتها أنين يعشقه المزارعون، وعلى ألحان ذلك الصوت صدحوا بأهازيج تحفزهم على العمل، تعلموا منها الصبر وتحمل المشاق، ومن أجلها
طوعوا الطبيعة في ظل ندرة الموارد. إنها اليازرة التي حلت محل القلب في مزارع النخيل. قبل عقود طويلة استخدم أجدادنا اليازرة لري مزارع النخيل، وتترخص عملية الري بهذه الطريقة في قيام المزارع بقيادة ثور اليازرة لاستخراج المياه من جوف الآبار بواسطة دلو واحد أو دلوين، يقوم الثور بسحبهما بالحبل في مراوحته ما بين هبوط وصعود في حفرة أفقية تنتهي عميقة في الأرض تسمى الخب، قبل أن يتم تفريغ المياه في قنوات مجهزة مسبقا، ويتم اختيار الثور الذي يستخدم لأداء هذه المهمة بمواصفات معينة، أهمها أن يتميز بالقوة، كما يخصص له طعام معين يساعده على القيام بمهمته على أكمل وجه. اليازرة شكلت أساس الازدهار الزراعي في المنطقة، وعلى هامشها نشأت حرف أخرى، منها ظهور حرفيين مختصين في بناء هياكلها، إضافة إلى مهنة تربية وتجارة الثيران المدربة وغيرها من الحرف اليدوية المرتبطة بالبيئة، والتي شكلت مصدر الحياة الرئيسية للسكان في ذلك الوقت. إذن هي اليازرة مشاهدينا التي تحكي لنا قصة استخراج الماء من البئر وما ترافقها من طقوس وأهازيج والغاز شعرية. بداية نرحب بضيفينا في استوديو الهيرات، الوالد خميس أحمد النقبي، حياك الله. الله يحييك. مساك الله بالخير. الله بالخير. الله يحييك. الله يبارك فيك. وكذلك ويانا الوالد يوسف راشد بن شميلي، حياك الله. اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ حياك الله. طيبين؟ الله يبارك فيك. حياكم الله. اهلا وسهلا. نحن طبعا بنتكلم عن الزراعة. زين. قبل وفي أيامنا هذه، لكن خلنا نبدأ من الأول. يقول له ما له أول ما له تالي. إيه نعم صح. قال صاحب والله يرحمه رئيس الدولة الأول زايد. الله يرحم الشيخ زايد. الله يرحمه. اللي ما له أول ما له تالي. ما له تالي نعم. قبل التاريخ ما ينسي. ما ينسي. لا طال عمرك ما ينسي. إيه نعم. هذا التاريخ أجدادنا وأبانا اللي نسينا أنفسنا. صدق. إيه نعم. صدق بيظلت وجهك. المناطق نعم. اللي كانت مشهورة بالزراعة قبل. نعم. ما بالحين. نعم. شو هي المناطق على مستوى الدولة؟ مستوى طال عمرك احنا نتكلم عن بلادنا اللي نعرف بلادنا، اول كانت لولية وزبارة وخورفكان، المناطق اللي نعرفها هم اصحاب الزراعة، لكن احنا نتكلم عن بلادنا عن الحيور. نعم. الحيور نزرع طال عمرك في منطقة النحوة في منطقة شيص، لكن عندنا مزارع صغار ما هم مزارع مثل الذيد مثل المناطق هذه، مزارع نزرع البصل، نزرع الفندال، نزرع الذرة، نزرع الصيف، نزرع المهم هذا زراعتنا قبل ونسقيه على فلي طال عمرك. نعم. اول نعدل الارض. ايه. زين وجبنا الحب الذرة زرعناه بني على شو الزراعه، لكن المناطق اللي هي الافضل عندكم في الساحل الشرقي افضل اماكن للزراعه وين؟ احنا عندنا في الحيور نزرع في الحيور، كل شيء ارطب عندنا. ايه. تمام. وعندنا زراعه احسن شيء زراعه في الحيور. نعم. ان المحلو قبل أول أرواحنا ما يقدر حد غير عندنا. أيه. الحرمة ثور تحول ورانا والرجال يشتغل ويسوي للقور مضربة، يسوي الحطبة نسحل الحطبة طال عمرك. أيه. ويسوي يضرب أول نسقي اليلبة ويضرب والحرمة تحول والولد يحول وياك الذرة اليلايب تطري. أيه. يسوي يلاب مثل ما تشوف الأرض. نعم. يلاب. نعم. والما في الحابوت يبتلف الحابوت لين ينتزر الحابوت. أيه. ونهده ونتبع الفلاي ونسقي. والما مكود هيك الأيام. هذيك الأيام مكود الدنيا خصب. ما شاء الله. مرة عن نكسة أوقات نسقي. عن نكسة أوقات نسقي من كثر ما شاء الله الماي. نعم. طال عمرك ونزرع القوة. يوم كبر قلعنا سمينا قور. أيه. هاي مال الذرة. أيه. والفندال نقصه ونحوله وإلى قلبته ما يثمر. ما يثمر. ما يثمر يسوي ورق بدون ثمرة. لكن لازم تحوله سيدة. ايه تحوله سيدة. وشو شي يجربونه؟
ترى يقول يوم تقص العود منه هي. حولوا منه مصوب مقصوص هي. ها اللي ما يعرف له ما يعرف له ما صاحبه نعم. اللي صاحبه لا صدق ايه. والبصل نعد اليلاب ونزرعه بصل احمر روحنا بالذره نعم ونزرعه ويوم وقت حولناه ومن كبر شوي درنا نبقل ونسمده ونعد له ويشوف الراس كذا متنه احمر نعم ونزرع طال عمرك الشعير الشعير ما حول لي بذر بذر ونزرع الصيف الصيف نوعين شو الصيف هو البر هي. البر في نوعين في نعم. شلوط وفي يابري نعم يقول طبنا على فلان زارع يابري يتمايل لليابري يتمايل يلا هي زراعة مسوي عدلة كم يوصل كم يرتفع يرتفع كم علوة كذا مرة يوصل لين قريب الصدر متر يعني ايه متر ارتفع ما شاء الله هذا ما ينزرع في الزيد ها ما ينزرع في الزيد البر لا هذا الزيد هذا ما يزرعه ما يزرع هذا ينزرع احنا المناطق الشرقية ويتواصل به تواصل به الزراعة يبقى أرض قوية يعني يبقى أرض قوية ومقابل نعم مقابل ما يخلى بالحشيش ويخلى بالهذا والما يقابلوه ما يسقوه بعد دوم سقوا له على تيم على تيم وهناك زراعة طال عمرك عندنا درور نعم كل در لزراعة موسم الفندال لزراعة موسم نبدي من الثلاثين در الثلاثين للحين 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 زراعتنا نبدي على نفس الطريقة يعني نفس الطريقة نفس الطريقة والنص هذا على الخمسين نعم. وآخر شيء في السبعين ما نزرع عاد الفندال عقب ايه والبصل نحول في الثلاثين وفي الخمسين وآخر شيء السبعين نعم الصيف الموسم هذا عاد في الدر الثلاثين ما يبقى شيء يقولوا الأوليين لا عذقن يبقي ولا عرقن يبقي كله عذق يبقي ما يبقي عندنا في الدر الثلاثين الحين هاي الدر الأربعين علينا اليوم ضامن فيها ضامن تاسع داخلين على القيض عاد داخلين على القيض هي نعم. برح البارحة الحين هي. عاد هاي طال عمرك الزراعة ونزرع وعايش من الله ثم هذه زين بنر مسعد عندكم أبو يوسف صوبكم انتم طالت عمرك علينا براس الخيمه اولا نشكر تلفزيون الشارجه الذي استضافنا هذا اليوم الشارجه عاصمه الثقافه الاسلاميه ونشكر داعه الشارجه رئيسا ومديرا ومخرجا ومديرا نحن نشكر فعلا لبيت الدعوه الله يطول عمرك جزاك الله خير بنستفيد منكم ان شاء الله وبيستفيدون حياك الله هنينا نحن براس الخيمه كان اول الزمان القديم نزرع الحاب والشعير والرويد والبصل والجزر والفندال كله نزرعه نعم. على اليازرة هذه على اليازرة. اليازرة أنا لحقت على اليازرة نعم. يعني أيام سنين بسيطة يعني نعم. تمينا نزرع ويا الوالد قبل أنا قلت لي أشوفني الوالد شغلة مصيبة تعب تعب ما نقدر أنا بسافر الكويت أسمع الكويت يقولون بها يعني نعم. قال لي والله كيفك سافرت تميت ثلاث سنين وجيت نعم. يوم جيت شفت الناس المزارعين جالسين يتكلمون يقولون أنا زرعت بوبر والبوبر استوت كبر الحجرة وجبت النجار سوى بها باب وسكننا فيها قال هذاك الثاني إني نزرع فندال والفندال صار متر وسوينا صنفير وزيرنا عليه اليازرة أنا قلت يا شباب هالكويت يوم ها شكل بلادنا تسوي نهاية جايب شوي فلوس استأجرت لي مزرعتين ويبديك السنين بلوش جايين من مكران جايين تهريب الشهر كام 30 ربية النفر أجيب لي أربع خدادين وزرعت وتقبلت من القراء من اللي هو البوبر والقراء واللي هو الفندال قلت أبا تستوي لي مثل الحجرة ما استوت سامديت أعطيت الماي استوت عندي 10 كيلو 40 كيلو استوت عندي 40 كيلو أشرت منها ما شاء الله استوت نفر واحد ما يشيله نعم يعني للأمار والفندال استوى درا ما استوى عندي متر قلت عيدين انا قالوا الله يغرب لكم ده نخدعك اني لا نسالف انا يعني ما ادري بكم وتميت استمريت بالزراعه لحد الان انزين هذا حين اضطريت قبل شوي الحب و... نعم. وكل هذا على مستوى كل منطقه كل راس الخيمه لا ما بكل راس الخيمه انزين شيء بشمال منطقه شمال في شمال ايه كان اول منطقه شمال الماي ما على حسب معلوماتكم انتم الحين من شعم لين بوظبي لين العين نعم فجيره غيرها شو الزراعات اللي تظهر عندنا هي الحين وحده وحده الحين احنا ما بيتغير لا قبل قبل الاول هذا البصل والشعير والذرة والدخن نعم والدخن والشعير والذرة والرويد
هذا عندنا على حسب المناطق ابو خميس. شوف الحين احنا نسمع ليبال مثلا صوب شعم يزرعوا البر هذا رقم واحد. الرويد في الذيد رقم واحد. مره تتغدى وخليك الداس على المغرب رويد الذيد على ما يدرون يعني. ومناطق مناطق مناطق الهمبه الهمبه نفس الشيء بعد الهمبه اللي بعد ما عندنا يستوي الهمبه عندنا يستوي وين يستوي الهمبه يستوي عندنا في منطقه الحيور احسن الحيور بدبه هذا يستوي لا يستوي في الحيور احسن الهمبه والنارن والمركب المركبيه بالمركبي كلمتنا نعم النارن اللي هو لا الترني الترني هذا نطرش بنجيبه الشارقه انا روحي كانت نعم انا جاي الشارقه على تكرم وعلى حمار يلا نعم وعقب على بعير انا ولد صغير ابوي طرشني ورا الجماعه وكانت روح بخايف ارطب وبالفندال وبالنارني وباللومي نعم اللومي يستوي اللومي عندنا عدل وين اللومي يستوي الزين يستوي فيها الحيور احسن شيء في الحيور نعم في الحيور زراعه الحيور. لكن اللومية تروحها مره شريحه ما ضحين الحين ما شريحه ما شريحه اول ماي حلو وفلي وسماد مال البلاد سماد غنم تكرام سماد بقر سماد هذا الزرع ما في كيماوي ما في شيء ماشي كيماوي طالع ولا شيء السم يستوي الزراعه من احسن شيء نعم هذه الزراعه فايده والفايده الله فيها بس بابا المحلو والزراعة كلها وطنية مال البلاد. طيب خلنا نستقبل اتصال هذا سالم النقبي من خرفة كان تفضل أخو سالم. نزل لي على صوت التلفزيون الله يطول عمرك شو كلمني من التلفون. نعم. كيف حالك؟ الله يعافيك حبيبي. مساك الله بالخير. بارك الله فيكم. والعافية والنور والسرور. الله يحييكم ويحيي مقبلكم يحياكم. كيف أنت بخير؟ والله الحمد لله بسهاله حياك الله يا حيك. شو تخبرنا عن الزراعه قبل؟ عن الزراعه طال عمرك ولا كان في مكاين ولا كان في رق ايه ولا كان في دينامات ولا في تصفيات كانت هذه الزايره عايش عليها كل شيء اليازره تطري عايش عليها النخيل اليازره نعم ايه اليازره نعم اليازره نعم ايه. عايش عليها النخيل وعايش عليها بنقول الشعير والبر والذرة والفنداد والبصل والرويد وكل شيء عايش على 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 هالزايرة على الله وعلى هالزايرة هذه نعم أول ما بي إلا هذه الزايرة خذها من أرض دبا إلى ما أعمان صدق الأعمان الهمبة اللومة الشيء الموز يعني حي الله من كل شيء من كل شيء زين بسألك أبو سالم بسألك سؤال الحين الزراعة الأولية والزراعة اليوم نحن نتكلم في موضوعنا اليوم عن الزراعة قبل والزراعة اليوم يفرق الحين مثلا الطماط اللي قبل اللي موجودة الطماط اللي يبون السوق ايوة والطماط اليوم صح الطماطة قبل ممزورة ما صح ولا الطماط الأول غير والحين غير اليوم ماشي ما بطماطة اليوم مثل خشخاش خالي من داخل كل زراعة اليوم ما أقول لك زراعة اليوم كلها منتوجة قوتها من 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 الكيماوي ملكي ماوي والماي والماي ما شاء عندنا مترم بالأولية الأمطار مو بالأولية ولا أول طال عمرك الزراعة من من تكرم من السماد نعم السماد تكرم البقر والسيران ذيك اليوم يطعم السيران نقول قاشع وتمر وشي وعزك الله ونهت الصخبر من السوق من السيح ونتوحوا تحت البقر عزك الله وتحت الثور وينخلط هذه يستوي سماد نعم. ويوم تستوي الزراعة ونبقى لها نحط لها من هالسماد هذا وتطلع لك ما تشوف أشد من الكيماوي وليها لذة ليها لذة ما مثل الحين صدق. الحين ما طال عمرك الحين ما كنك تاكل لا طماط ولا فنداد ولا بصل ولا أول ولا تال الحين ما ليه لذة أبدا مولية صدق أول مش بقول لك لذة غير اختيار يعني اي نعم الله يطول بعمرك مشكور جزاك الله خير ابو سالم وانت وسلام جزاك الله خير مشكور زي بنتكلم عن الوسائل اللي تستعملونها قبل انتم في الزراعه نعم شو عندكم قبل ماشي سيايير يحرثن الارض لا طال عمرك احنا ننقل على مسحه ننقل هي. ولا واحد يسوي حبل ويحط شيء وهذاك يسحب واحد بتريح نعم. يسوي حبل ويحط له مسحه بالارض يحرث الارض ويسحب الارض هي. ولا كان قريب وعندك نفر نفرين نكله نعم عقب النكله عدلنا عقب ما عقينا السماد ونكلنا عليه زرعنا الزراعه
وتعزم الزراعه تظهر ما تشوف. شو عندكم غير؟ عربانه ماشي مثلا؟ لا ماشي على الجفير. جفير الجفير من خبص. هي. من خبص السعف النخل. نعم. نسوي القفير ونشيل فيه السماد، نشيل فيه الكشره، نشيل فيه الحايه، وعندنا الداس. نعم. والداس وين يبونه؟ يسوون الحداد. حداد هو يسوي داس عدل. هي. حديد. ويتم يعيش ويعيش عمر. زمان ويوم يكل يجيب لي مسحل من ضرسه. نعم. من ضرس الضروس ماله من ضرسه وعايشين. هو نخدم مالنا ارواحنا، ما عندنا حد اول. نعم. زمان الاول ما فينا كسل تعبانين. صدق. نشتغل باموالنا من الصبح، اللي يبقل واللي يسقي واللي يسمد واللي يسوي حايه واللي يحول واللي. نعم. ما بكل المناطق ثم زراعتنا. ما بكل المناطق تصلح للزراعه. ما بكل الاراضي لا تصلح للزراعه. في زراعه يعني في بعض الاراضي في مالح ملح فيها. احنا عندنا الحيور ما عندنا ملوحه ولا اصبخه. ولا اصبخه خاصه بعد لو بتصير الحين وبتشوف. الحين يوم نجيب احنا سامان من النحوه، عندي مزرعه في النحوه. نعم. يوم نجيبه يبتاع يقول ها مال النحوه. ايه. احسن زراعه واسال في خور مكان قول لي جيبوا من الحيور منطقه النحوه احسن زراعه منطقه النحوه. والكيماوي موجود. كيماوي الحين قليل نسويه. امين. آه. اشوف الكيماوي ما في فايده. ما في فايده. الزراعه نقابله بسماد. صدق. سماد الغنم، سماد البقر. نعم. ونحطيه. وسماد الغنم ولا البقر اللي حطيت فيه رخيص هذا يسموه رماد الحين. ايه. رخيص مال الوقود وانا هذا. ايه. وتحطه في سماد تقلب الزراعه سماد تقلب. ايه. تستوي من شيء. واوقات نسوي له خرصه، نجيب بيب ونحط فيه قاشة ونصب فيه ماء يخيس ويسوي بالزورة هالشكل. أيه. وصب على الزراعة. هذا الزراعة ما احتاج. ها مثل الصاروي يعني. ايه مثل الصاروي هذا. مثل الصاروي. هذا احسن شيء. زين صاروي شو؟ عطنا فكرة مشاهدين. اللي هو السمك هذا. صاروي السمك اللي هي العومة. هي. واليريور. هي. والأماط هذه. نعم. هذا يعني. هاي شو يسوونها؟ هذه ينزلها بالحوض. هي. ينزلها بالحوض لأن هنين بأمارة راس الخيمة في منطقة شمال. عندنا يختلف الزراعة الحرث للبقر. نعم. وننقل السماد إلى الحمير يسمونه توي. نعم. إلى الحمير والحرث اللي هم بالجبال إلى رتشاب وإلى حمير يهوسون يحرثون الأرض. هي. أما هني هنا بالبلاد نحرثها على البقر تنين تورين واللي هي يعني حديدة وخشبة يرونه نحرث بين نزرع الحاب والشعير والبصال البصال والجزر والبوبر وهذه الحاجات والفدال والهذا هذا بال المسحة يعني بالمخصفة يسمونها أول. هي. ينشلونها الليلبات يعني. ويسوون البركة مع الماء اللي يجيبون بها هذا مال السمك يزرون بها اليريور وهذه العومة وشي من البوبار مثلا القراء والبوبر يقشعونه يحفرون حفرة يم بالأرق شوية بعيد ويجيبون من هذه العومة القاشة يسوونه يعني مشان يقولون يقشع. نعم. حتى يتمر زيادة يعني. هي. والحاب عندنا على المطار نزرع على المطر غصه. نعم. بالجبال. اما بالبلاد هنين ولو ما يالنا مطر على اليازره يعني قبل اليازرة. كان اول. نعم. طيب خلونا نشرك ويانا الاخوان المشاهدين بطرح السؤال الاول في الحلقه اليوم. سؤال الدانه. سؤال جاهز؟ يلا بسم الله. سؤال الدانه لهذه الحلقه: منطقة تقع ضمن حدود إمارتي رأس الخيمة والفجيرة اشتهرت بإنتاج محصول المانجو، ما اسم هذه المنطقة؟ سمعنا طبعا السؤال. منطقة تقع ضمن حدود إمارتي رأس الخيمة والفجيرة اشتهرت بإنتاج محصول المانجو أو الهمبة، نحن بلهجتنا المحلية نقول همبة، في حد يقول مانجا وحد مانجو. ما اسم هذه المنطقة؟ طبعا اللي يعرف الإجابة يرسلها على موقع مؤسسة الشارقة للإعلام، وإن شاء الله في الحلقة الجاية بنسحب على ثلاثة وكل واحد منهم بيفوز ب 1500 درهم. هذه جوائز مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. طيب نتكلم عن، ما دام ذكرنا الهمبه بنتكلم عن الهمبو. نعم. الهمبو نوعين ولا نوع واحد؟ انواع. في انواع. في حامض وفي حلو. هي. في كبار وفي صغار. ما بالهمبة. الهمبو. الهمبو في بعد. الهمبو بالحصى وهمبو بالروان. هي. 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 هي
وشيء همبه وبالزراع ابو الروان ابو زراع مزراع يسمي همبه وزراع وفي هذاك الثاني مثل حصى الحصى يسمي همبه والحصى وين يظهر هذاك والحصى هاي يظهر في كل منطقه لا الا كان في في ارض في ارض الصبخة ما يستوي ما يستوي هي لا لا. هي يظهر في المناطق الجبليه الجبليه صحيح طال عمرك اليابانيه افضل شيء للمزرعه وللاشجار كلها ان هواها غير نعم هناك رطوبة قليل في الحيور صح وباقي المدن الساحل اللي قرب البحر استوى رطوبة نعم صدق ورطوبة تخرب بالزراعة وملوحة والملوحة حتى الماء يختلف نعم من ماء الفلي الحيور الأول لين ماء الساحل غير نعم سبحان الله هذا قدرة إلهية سبحان الله العظيم نعم وهذه الأشجار اللي تزرعها في الحيور تلذ عن هذيك انزين هذه قبل واليوم الزراعة ما زالت لليوم عندكم في اليوم الزراعة ألذ؟ ألذ أنا أقول لك إحنا نودي سامان نبيع هناك نقول أمان نحو على طول يبتع وباقي المناطق والله نبتع الزدي ما الحيور شو مثله؟ مثل الرويد مثل البربير الحين اللي طاح نعم. مثل الكزبرة مثل البصل مثل جميع الفندال جميع الزراعة اللي نزرعها نوديها نبيعها تمشي مرة ما تتم يقول أمان نحو ما نحو على طول على طول انه الماء غير والهواء غير وضباب ما يشرب ديار الساحل نعم قدره الهيه عندنا احنا الحيور الحمد لله والهمبا واللومي وكل الزراعه عندنا واسال قول خميس هذا الكلام صحيح ولا لا صادق ان شاء الله طيب خلنا نشاهد التقرير الثاني في حلقتنا اليوم ونستمتع ان شاء الله بمتابعتنا لهذا التقرير الزراعة المائية أو الهيدروبونيك كما يطلق عليها باللغة الإنجليزية هي إحدى الطرق الحديثة والمتطورة في المجال الزراعي ويساهم هذا الأسلوب الذي بدأ في الانتشار بين المزارعين في توفير كميات كبيرة من المياه عن طريق إعادة استخدام الكميات التي تروي المحاصيل في خط سير مستمر كدائرة متجددة تعود فيها المياه لتسقي المزرعة دون أن يتم هدرها بلا فائدة الاهتمام بالزراعة المائية شدني أول شيء اللي هي فيها عدة أسباب أول الأسباب اللي هي شح المياه طبعاً الزراعة المائية ما تحتاج إلى مياه كثيرة اقتصاد في المياه شيء ثاني أقل عمالة الزراعة المائية ما تحتاج إلى عمالة أكثر الشيء الثالث الزراعة المائية إنتاجها أوفر محصولها أكثر ما تحتاج إلى مبيدات ما تحتاج إلى أدوية مثل ما تحطها في الزراعة العادية باستخدام هذه الطريقة يتم توفير الجو الملائم لكل محصول في البيت الذي خصص له حيث تعمل هذه البيوت على تحديد درجة الحرارة والرطوبة التي يحتاجها النبات إذ تتنوع المحاصيل الزراعية ما بين الخيار والطماطم والكوسة والباذنجان بالإضافة إلى غيرها من المحاصيل الأخرى طبعا البيوت المحميه قليله الحشرات يعني فيها مكافحه الحشرات تكون بسيطه بعض الامراض الفطريه اللي تضرب الامراض الفطريه في المحاصيل وهي على تقلبات الطقس اما الامراض الحشريه مثل ما ذكرتك في البدايه ان ما في امراض حشريه قليل ما تكون الامراض الحشريه الزراعه المائيه هي نتاج تطور وتقدم كبير في مجال إنتاج الفواكه والخضروات ويحتاج هذا المجال إلى دراية وخبرة ومتابعة دائمة من قبل المزارع حيث يشمل تنظيم الري وتوزيع المحاصيل وتغذيتها بالمواد العضوية والأسمدة وكذلك يشمل حمايتها من الأمراض والأوبئة والحشرات ومكافحتها لضمان إنتاج صحي وسليم دون إغفال الدور الكبير لهذا الأسلوب في رفد السوق المحلية بكميات كبيرة من المنتجات والمحاصيل الزراعية
طيب نحن شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام، وبنتعرف مع ضيوفنا عن الطريقة الحديثة، يعني الأفضل الطريقة القديمة ولا الطريقة هذه؟ لا الطريقة هذه أفضل أحينا، اللي أحين أفضل وأريح وأسهل وتوفير الماي طالة مرة. في توفير في الماء، أول الماي يروح بأي مكان يتنتر لك. نعم. بالمناء يطلع بها حشيش، وأحين لا يستوي بيبات لا في حشيش ولا في زين ولا في شيء. صدق. وحتى توفر من العمال بعد الحين بهذه الطريقة الحديثة. نعم. توفر من العمال اللي دي يشتغلون بالمزرعة، بدل ما أول نفرين يسوون للماي الحين نفر واحد يكفي. حنفيات صح. تنقيط شيء مقلق وشي مرتب وشي ملحف. نعم. ولكن على حسب المادة اللي عنده مادة يقدر، مثل أنا عندي مزرعة مسوينا كلها تنقيط. ايه. مش تلحيف أو شيء يعني. نعم. ما مسوي خيام. نعم. مسوي تنقيط بالأرض. البيوت البلاستيكية تكلف بعد هذه. تكلف بعد. كانت نعم. الوزارة تسويها لنا ل3000. نعم. أول. الحين بالوزارة بلدوها. ولكن اللي عنده من قبل 3 فيها. ولكن هنينا الحين مسويين التنقيط هذا. الطماطم لحفه أول بار، الكوسة نلحفها. نعم. الخيار نلحفه ولو ما ملقينه نلحفه يعني بنايلو. هي. أنيت الوقت اللي دي نشيل إنه للحاف أولا يحتفظ من الحشرات ويحتفظ من السموم، ما يطلب لك سموم وايد. نعم. والإنتاج أزيد، الإنتاج أزيد يزيد يعني. هي. هي. الفكرة الحديثة طبعا أنها أكسب وأريح وتوفيرها ولو هي لها مصرف، بس تدخل مصاريفها. نعم. تدخل. فلكن شو عندنا المشكلة؟ مشكلة الماي. الماي نقص. الماي قليل. عندي أنا مزرعة بوادي صفني، الماي يومياً المطر بس يربع الوادي زاد الماي. نعم. السنة يعني المطر خفيف الوادي ما ربع الماي قليل. قليل. نزرع على كمية الماي اللي عندنا بس. صدق. نعم. أبو خميس شو رأيك في الطريقة الحديثة؟ والله الزراعة الحديثة زينة، راحة شوية. راحة. راحة. لكن إحنا تنقيط ما عندنا في الحيور. آه. تنقيط لا. عندنا فلي. ايه. والفلي مسوينا لي سميت الحين. ايه. مرة سميت. نفس الطريقة الأولية يعني. نفس الطريقة الأولية، أول فلي لا طين. ايه. أول فلي الحين نسوي له طال عمرك خلقه. نعم. بين فلي سميت مسوين له. ايه. ونسوي له طال ولا طابوق. ايه. الماء ما يضيع، ما ينقل حشيش في الفلي. نعم. من المصافي. ونسوي اللي خلقه نرده الشكل اللي خلقه عند السوار نسميه سوار. نعم. ينهي الى اليلبة الثانية، يبدي من الراس للراس. هي. ويظهر كذا، ما تسقي يلبة منه يلبة. لا، اول تاخذ المسير سيدة لين يوصل اخر شيء ورد. الحين الماء وسيلة الحمد لله، سوينا رقوق، سوينا اطوى. نعم. سوينا رقوق وحطينا ديلمات تماتيك، يوم شيء الماء اشتغلت، يوم ماشي الماء بندت. ويوم الحمد لله يسوي الامطار يزيد الماء. وقبل مكاين اللي قبل لا، عندنا طال عمرك في الحيور ماي ما جود، عندنا فلي بس نسقي على فلي. يوم الخصب الماء زياده. نعم. ويوم الخب الماء نبدل الخيل. لا شوف شق ظهرون الماء الحين ولا قبل؟ قبل قبل اول فلي. فلي فلي جاي يعني من الوادي، من رسم الوادي. هي. لليوم ما يود الفلي. ما يود والماء يمشي. والشيخ سلطان الله يخليه ما قصر، اعطانا مبلغ فلوس واشتغلوا فيه ناس سووه بسميد وعدلوه. نعم. اول ما يصير منه ومنه قيض وشته ما يمشي، قيض وشته على الخصب يزيد وعلى المحل يخف. اي نعم. لليوم ما يود. نعم. الحين سوينا زياده احنا طوع. ما سوينا رقوق في النحوة. هي. سوينا طوع. حطينا ديلمات صغار كذا. نعم. ونشغل ليل ونهار تشتغل. هي. وتصب هناك مسوين حيضان، كل واحد كل مزرعه فيها حوض. نعم. وتصب والبدار يوم ترز الحوض بالندى. هاي في وين؟ في وادي شي ولا وين؟ لا في منطقه النحوه. في النحوه. في وادي شي رقوق. رقوق. نعم. انا عندي رقص من الشيخ لي واعطاني مزرعه. هي. هذا مسوين رق 250 فوت، لكن الحمد لله ظاهر عندي علمه، لو تضرب الديلمه ليل ونهار ما تعرف. عاد فيها ديلمه 15 اصلا. ما شاء الله. والمحلو. والمحلو ولا وما صابيت على مير الماء. يا سلام. ربعي ما عندهم الماء. حظك ياك الحظ. حظ بعد زين. حظ زين. الله يحسدونك. والله يسمعونك يحسدونك. ولا من الله سبحانه وتعالى الرزق من الله. ونعم الله. إذا الله رزقك شيء. نعم. ما حد يقدر. الحمد لله. طيب نحن عندنا دائما في كل حلقة من الحلقات يعني عن طريق الإخوان في دائرة الثقافة والإعلام. يبونا بعض الأكلات الشعبية. نعم. لكن بسألكم عن الأكلات اللي عندنا اليوم. نعم. خبروني عنها. نعم نعم. دائرة التراث. هي دائرة التراث. إدارة التراث هذا شو؟ هذا ساقو. ها ساقو. ساقو. إيه.
وين الساقه؟ وطلعوا لنا الساقه يا راعي الكرين. هذا هو الساقه. هذا الساقه. نعم. زين هذا الساقه. وهذا شو؟ ما ادري لنا مو بلنا. هذه طالت عملك مرقوقه. مرقوقه. مرقوقه؟ ها شو حين خبز ولا شو عباره؟ هذا يسوون صالون كل شيء، من كل شيء حطاه ينتفون الخبز فيها شو مسوي فيه، وهذا يطحين البزار مال البزار والحياه كل شيء. اي عشاكم عندنا الليله. زين الليله. وهذه هريس. هريس هريس، لكن تغير الهريس لونين، في هريسه بيضه وهذه سودة شوي. ليش؟ على حسب الحب. لا هذه على لحم. اللحم هذه على الدياي. على الدياي تي بيضه. الدياي تي بيضه ازياء. بيضه. لان لحم تي سمر شوي. هاي هاي انواع ترى. وهذا شو؟ محل بحراني اليوم عنا. هذا الجيمات. هاي الجيمات. شو الفرق بين الجيمات والقريصات؟ القريصات هاي الاعراض هكا. الاعراض تي. شكل اعراض اسمه قروص، اسمها قروص محلى. احنا بالاول اسمها قروص محلى تي حلوه. يحطوا عليها شكر، يحطوا عليها سمن. نعم. والعنده عسل يحطي عسل. عسل. عسل أول من الجبل. ما عسل تربية. لا لا. عسل الجبل. أحيانًا عسل ما هي قليل وليبال يبسط ما فيها. ما شيء عسل. عسل قليل. قليل. لو فيه موجود. قليل. موجود. لكن غالي يقول. لا لا موجود قليل يعني. قليل. غالي. أحيانًا يوم تين أمطار يوم سال أشم. أول روح أنا أسير الجبل. نعم. أسير الجبل دول عسل ودول قنص. نعم. إيه. زمان الوعل والبابي أضربه. أنا تشوفنا اللي قدامك وسأل بعد قولهم النحوي. ويجي تقول عنه فلان بن فلان. وتاكل عسل لليوم. اي لكن الحين العسل وين حصله؟ ما روم اسير. شي؟ لا ما روم اسير يبال. ما يروم اسير. ما يجي الهبه. الهبه راح. والنظر ما الاولي. انت معرس؟ حرم واحد عندك ولا حرمتين ولا ثلاث؟ لا اخذت ثلاث انا. ما شاء الله. واحده توفت، واحده طلقت، واحده عندي. تبى نظارك بيتام قوي لليوم. هذا 15 بدر عندي. صاحبه. اللي يعيشوا. ما شاء الله. اي نعم. الله يبارك فيهم ان شاء الله. من صغار وكبار. الله يبارك فيهم. هذا من العسل؟ الله يعلم ما عندك العسل. طيب السؤال الثاني، سؤال الحصباة، خلونا نسير لسؤال الحصباة ونسمع سؤال وبنذكركم بمرة ثانية إن شاء الله. تفضل تفضل. سؤال الحصباة لهذه الحلقة: إحدى المدن التابعة لإمارة الشارقة نجحت فيها تجربة زراعة الفراولة حتى أصبحت تنتج بكميات وافرة، ما اسم هذه المدينة؟ حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام. طيب في نوع من الأنواع في شفت أنا في مزرعة في البدية همبة يظهر قيض وشتاء. هذا همبة دودو يسموه. شو اسمه؟ همبة دودو. دودو دودو دودو. هي هذا يا يعني من برا ما مالنا. من برا. هذا ما عندنا، احنا عندنا الهمبة تثمر مرة واحدة. نعم. عندنا اللوم يثمر قيض وشتاء يستوي. أي لوم؟ اللوم الحامض. يسوي صغار ولا كبار؟ لا لا لوم كذا الصغار ما الكبار. ما عندنا هذا الكبار. ما هي هم لا ما عندنا هذا من برا. من برا نعم. زين يزمر يسميه شتا يسميه شتواني. هي يسميه لومي شتواني. هذاك قراط يسمونه اظن قراط. هذا هم بقراط هذا من برا يعني. من برا هذا الذي الحين كله من برا. تثمر قيض وشتا لكن مو مال الشتا يعني يعرف الشتا ما بعد ما في طعم. ما في طعم. طعمه يتغير. نعم. اما اذا بغيت الطعم بالقيض. نعم. لومي حلو. كل الزراعة الحين التمر ارتبط على امريكا يخرفوه ناس يحطوه براد لكن يوم تاكله يتغير. لا فاهج يتغير مره طعمه يتغير. فلج لكن يوم تخرفه من امه وتحطيه تاكل ارطب. نعم. الغربان زادت عندنا هالايام. الغربان اول يضربوها ويصيدوها وهذا الحين ما حد يسال عنه ما حد. لا بس زادت كثرت حتى في المدينه اول ما شف المدينه ميل. لا لا كثرت الحين كثرت كثرت كثرت. نعم. أول يضربوهن الحين ما حد يضرب شيء ما حد يشيل شيء ما حد محصلات غذاء يتغذى طعام يتغذى نعم الحين يطوف مكود وتولد يطوف قطو على الشارع ضربت السيارة أزمة الغربان تاكل تكرم الدرامات متروسة من الأكل خير وايد الحمد لله والذباح المقصبة يوم تشيل الذباح يعيش منه الحمد لله. اللوز هذاك هو اللوز أبوي خميس بيذام نسميه بيذام تسمونه نسميه بيذام. اللوز طاحن ليوم يونا هاي ما نقول هل الفارس يعني الكلات هي وهذا يسموه لوز هي لوز هو اللي احنا نسميه بيذام بيذام نعم
الاول كله بيذا. لا بال لكن الحين الاسماء اللي جت من برا كل واحد يقول اسم. نعم. لكن التاريخ اللي هو تاريخ ابانا ويدودنا نسميه بيذام. اتكم انتم لهجتكم انتم. لهجتكم انتم. لهجتكم انتم ولا لهجتنا يعني نسميه لوز يعني. اي لوز. احنا ما نسميه لوز. كلنا نسميه لوز يعني. لا احنا نسميه بيذام. اي. والبوبر. البوبر نسميه بوبر. والقراع نسميه قراع. نعم. هذا من اول نسميه بطيخ، بطيخ عربي اول، ما عندنا بطيخ شمام. لا الشمام ماشي. شمام اول ماشي. ماشي. طوال هذا يوم زمان احنا بطيخ عربي، لكن البطيخ كذا وهكمت هنا. ايه. اي نعم. واليح. واليح هذا الحين اللي طاح الحين يسموه رقي. رقي. اول يح، واليح يجي مشخل. نعم. مشخل. يجي مشخل. ابيض وخضر. ايه. وخضر. هاي يسميه يح. ايه ما تمدوره هي. لا ما تمدوره تغير طوال طوال والبطيخ اسمه عربي والبطيخ زي اليح الاولي واليح هذا واحد لا يختلف هذا بعد زين طاح يجح الحين يوم تقص اليح جميل تشوفه عمره نعم نمره واحد لا شيء يضربونها فيمتو ايه يسوي ابره ويضربونها فيمتو تسوي عمره اي ناس الشكل ويوم تاكله فاهجه وش منها كانه فاخه يا نعم هذا الاولي بالاكل الذ واصح نعم اصح بعد قبل قبل زين الخوخ والمشمش وهذا متى شفتوه؟ هاي شفناه الحين الا قريب اه ماشي قبل لا لا ماشي والبرتقال لا الحين ايه ايه هذا طاح الحين ايه من استوى الاتحاد واستوى الخير واستوى هذا وقام يوردون من البلادين نعم. اول وين يورد؟ احنا نمنا نقحم غرف كان ناخذ اغراض ونشرع ويوم نطرش اسمها الطرشه اول نعم اني الشارقه صدق نروح في العرصة سموها العرصة هنا السوق القديم نعم زين وناخذ اغراض وين نعرف برتقال ونعرفها ما نعرفه ماشي النترينة وخوخ وشذا ما لا لا لا, 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 لا ماشي. اول ماشي يزوقون من اظن قبل شوية سموه اناناس قوطي قواطي اناناس قال يوم جاء واحد حطوا الهوالة له قال قص قوطي اناناس ولا خوخ بعد الخوخ خوخ بعد طاح زين ولا هذا الخضروات البقية حطوه الهوالة والله صرنا عنده لا حط علينا اناناس ايه تواصفوه بقى أيوه. لكن وش تواصفوا؟ قال والله لا حطينا قلعة مدلوك خنيزي ها الصحن متروس والله كلنا ذاك الخنيزي المدلوك عند فلان نعم تواصفوه الاول لانك خدمه بيديك انت ما تكل على بنقالي تخدمه بيديك في الاول الحين تفسدنا احنا ما نشتغل يابكم الدوب ما شيبت لا بعد لو ما في اولاد طال عمرك هب مني وما غيري لكن ما مال شغل بعد شباب شباب لا ما شباب نص يا واحد يقول يقول قبل يبون الصينيه هذه يقول يبطل يرفع المغطى المتشب هذا المغطى يرفع عن الصينيه يقول متعفصه بكبرها قبل يقول ما حدنا يقول يعني هاي يسميه مقطع اي ونفاله صح صح تمر هذا بس هالفاله وفندال نعم فنديان قهوه وهالساق وما ساقوا قيمات وسوي قرص قرص طال عمرك وسوي عليه سمن هي المبثوث وحط عليه شكر يا الله قرص ما يحتاج والله فلان سوى لنا قرص حق الشتا هذا حق الشتا نعم والشاهي زين يبيل ولوم يابس سوي شاي وهمر قلي أجدي هذا شو يعني تعالجون كيف تعالجون قبل احنا الحين الزراعة انا كمان مرمس عن اللي يصيح من عوق بطن واحد بطنه قال دقوا ليل ومجا يابسة ولا سقوه يعدى ولا عنده مغط ضربوه مخباط هنا واسمة هنا تحت السر وعلى عن السر وكان ضربت انه عصبه بعد مثل ولا جاي منه ابو ينيبي واسمه تحت حبة السدي هذا وين طبيب زين تعالج ماشي يعني وربك المعافي الحمد لله رب العالمين كان هذا السبب سبب لسعة من النار وآية من القرآن ولسعة ولمضة من الأسر أول هذا يعني طيب خلونا نعيد السؤال السؤالين الأولي والثاني للمشاهدين اللي فات الاستماع عشان إن شاء الله تشاركون ويانا وتبعثون الإجابات على موقع المؤسسة وفي الحلقة الجاية إن شاء الله بنجري السحب ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع سؤال الدانة لهذه الحلقة منطقة تقع ضمن حدود إمارتي رأس الخيمة والفجيرة اشتهرت بإنتاج محصول المانجو ما اسم هذه المنطقة؟ أما سؤال الحصبة لهذه الحلقة إحدى المدن التابعة لإمارة الشارقة نجحت فيها تجربة زراعة الفراولة حتى أصبحت تنتج بكميات وافرة ما اسم هذه المدينة؟ طيب بغينا الحين نصيحة للشباب المحافظة على الإرث نعم يحافظ على الزراعة
والله بغيت الحقيقة ننصح الشباب الحين أن هذا التاريخ أبائنا ويدادنا ما ينتسي، وننصح عيالنا والشباب أن لابد ما يتعلمون الزراعة. سبحان الله يعني يجيك زمان لهم ما خلص باترول، خلص شيء التجارة، بيردون للزراعة. ويردون إذا كان هم الحين مثلا يتألمون. أنا عندنا أولاد يجونا المزرعة يوم يشوفون الفندال يقولون هذا بصل، يشوفون الطماط قالوا هذا رويد، يعني معناتكم أنتم ما تعرفوا. صحيح. تألموا يا أبوي، اطلعوا مثل أهاليكم. حتى سبحان الله هذه الدنيا يصير بها الفقر ويصير اليو ويصير الحروب ويصير، يستفيدون من النخلة من الزراعة. النخلة هذه الناس عايشين قبل كلنا زمان عايشين للنخلة، يعني صدق للتمر. نعم. فيه نفرين يوك الأصر على صوب عمي عنده خلاص، عارفينه عنده تمر خلاص. هي. وقالوا يا فلان هني جايين من المزرعة اليوم ما حياب لنا غدا، شو رأيك نمر على فلان نتقهوى عنده؟ قال يا زين. مروا لي واقف عند باب الحوي، قال لي فلان شحواله؟ قال مخير. قال لي مقربوا. قال لا هني راحين بالبلاد. قال لي من لا أشوفكم يوانين قالوا تتقهوى. قال لي الشرط كاب تجيب لنا خلاص؟ قال لي انتوا عاد قربوا يا رب. اي حق الخلاص. زين. لا تدري الاوليين يجيبون الصحن هاشكل معلم ويا ابو يلا اصرف فاله ويسوا بياكلوني وانين يشوفون الريال يالس انتم. قال لي فلان هي بالدله والغسول، اسمع هذا التمر حار ما قدرنا ناكله. قال لهم يا رب هبشوا. قال ما لينيت انت تنهي تجيب الدله والغسول هني لمنهبش. يقول يوم طلع يجيب الدله والغسول آزمنا الطعام والتمر نصرته يواني يمكن ما وحينا متلومين منه. صدق. نظفنا الصحن يقول كله. يوم يا قال لهم ما سويتم في الصحن توكم تقولون شبعانين ما تبون وحين. قال لي بقيت الصراحة يوانين يكي تلومنا منه كل ما شلينا اللقمة شوك تطالعنا تلومنا. قلنا نهيب القهوة يوم خلى أحين الحمد لله قهوة. وقال لهم ويلا تتلومون أنا طبيعتي كده. صدق. يوم أجلس عند الناس يعني أسالف وياهم أباكم تأكلون. قال لا حشة ما قدرنا ناكل. يوم نهاية تجيب الدلة والغسول إني أكلنا. نعم. طيب نحن وصلنا إلى ختام الحلقة. نشكر الوالد خميس أحمد النقبي اللي كان ضيف ويانا في حلقتنا اليوم. نشكر الوالد يوسف راشد بن شميلي كذلك ضيفنا. مشكورين جزاكم الله خير ما قصرتوا. جزاكم الله خير. بتعشون ويانا إن شاء الله وبتويه. الله يبارك فيك. الله يخليك. ما قصرتوا. إن شاء الله لغاية بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، ويوم الخميس القادم نلتقي وحلقة جديدة من برنامج الهيرات. مع السلامة.